أهلا بيكو. هنكمل كلامنا في الفيديو ده عن الشياطين اللي كلمنا عنهم، شيرزاد شامين، اللي بيأثروا علينا يلعبوا بينا، يلعبوا بمخنا ويخلونا نعمل حاجات ممكن تأذينا تحت إيه؟ تحت ستار إن هما كده بيحمونا وكده بيحسنوا مننا. الحقيقة الشيطان الجديد بتاعنا المرة دي اللي هو السادس فيهم، اللي هو بيجي يقول لك الناس حواليك ظالمينك، ظلموني في الشغل، انا اتظلمت عشان ما خدتش الوظيفة دي، انا اتظلمت عشان سواق الاتوبيس سابني ومشي، او يقول لك الناس بيعاملوك بشكل وحش. شوف بصوا لك ازاي، شايف رد عليك في التليفون ازاي، شايف ما اعرفش عندك. لا 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 لا، انا احسن من كده، انا استاهل اكتر من كده، انا كويس، بس هم اللي مش فاهميني، هم اللي مش حاسين بيا. كل دي عبارة عن كذبة كبيرة جدا بيضحكها عليك واحد اسمه ذا فيكتيم، بيحسسك ان انت مظلوم، يحسسك ان انت ضحية المجتمع، يحسسك ان انت مالكش يد في حاجة من اللي بتحصل. الحقيقة هتلاقي ان الفيكتيم ده منتشر جدا 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 حواليك. اقول لك حاجة بسيطة، اقتصاد بلدنا واقع علشان الاعداء الخارجيين بيأثروا علينا ومحدش عايز مصر تنجح. دي الشماعة. الفيكتيم دايما بيوجه نظرك لان في حد تاني هو اللي غلطان مش انت. لما الوظيفة مش انت اللي خدتها، ما خدتهاش ليه؟ يا ترى امكانياتك مش كويسه، مش مذاكر كويس، ما نجحتش، ما جبتش شهادات كويسه، ما عندكش خبره، ما عندكش ما عندكش ما عندكش ما عندكش. لا، اسهل ما بدل ما يقول لك ان انت المشكله يقول لك ايه، اصل هم بيظلموك، اصل كان في واحد معاه واسطه خد الشغلانه بدالك. طب هم ليه بيعاملوني وحش، الناس وحشين عشان كده بيعملوني وحش. طب يا اخي ما تبص، يمكن انت اللي اتصرفت معاهم بشكل مش مناسب، يمكن قلت حاجه مش مناسبة، يمكن اتكلمت بطريقة ضايقت الناس اللي حواليك. الفيكتيم دايما هو الشماعة. الفيكتيم بيخليك تدور على حد تقول ان هو اللي غلطان وهو اللي وحش عشان انت ما تطلعش وحش. لا، انت مسؤول عن اللي بيحصل حواليك. في شيطان تاني الحقيقة بيقول ايه، هما محتاجيني، من غيري مش هيقدروا يعيشوا، من غير ما اساعدهم مين اللي هيساعدهم؟ يا ترى مين اللي هيقف جنبهم؟ امال انا ازاي يستغنوا عني؟ انا لازم اساعدهم. الحقيقه الشيطان ده الشيطان نبيل جدا. ليه؟ لان عايزك تدي كل حاجه للناس اللي حواليك، تساعدهم وتسعدهم. ذا بليزر. للاسف ان ذا بليزر مش مفيد. لا مفيد للي حواليك ولا مفيد ليك. ده برضو تاني، دي مش دعوة لان انت ما تخدمش الناس وانك ما تساعدش الناس وانك ما تهتمش بالناس. لا بالعكس، اهتم بالناس، بس ما تخليش تبقى دي اللي مستهلكة طاقتك ويبقى تفكيرك يخرج عن المصالح العامة اللي انت جزء منها، وانما دايما بتفكر في الحاجة الضيقة اللي هي ده ومصلحتهم واللي هم عاوزينه وازاي اخليهم مبسوطين، ازاي ما ازعلهمش. لا 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 لا، مفيش داعي ان انا ازعلهم، ازعلهم ليه؟ مفيش داعي ان انا اضايقهم، اضايقهم ليه؟ مفيش داعي ان انا اسيبهم وامشي. طب ده انت هتقع من طولك، روح انقذ نفسك الاول عشان تعرف تنقذهم. لا، خلي بالك، ذا بليزر الحقيقه من اخطر الشياطين لسبب بسيط، انه ما بيخليكش تعمل حاجه وحشه، ده هو عايزك تعمل حاجة تفيد بيها الناس. وعشان كده، وعلشان أساسا إنك تعمل حاجة تفيد الناس دي حاجة كويسة، أنا أدعوك إن أنت تساعد الناس، لكن للأسف أي حاجة تزيد عن حدودها تتحول إلى مضار أكتر من فوائد. فاللي بيحصل إن أنت لما مصالحك أنت ما تتحققش، لما أنت تفضل دايما متضرر، طب يا أخي أنت راجل بتضحي بنفسك عشان الناس، ماشي هتضحي بنفسك وانت هتخلص بسرعه والناس مش هيستفيدوا بيك على المدى البعيد. مينتين يور سيلف، حافظ على نفسك عشان تعرف تخدم الناس احسن والفتره اطول. يجي بعد كده واحد لطيف جدا، ازاي الناس ياخدوا قرارات بنفسهم؟ امال انا لو ما قلت لهمش
هيعك الدنيا. انا لو ما قلت لهمش مش هيعرفوا ينفذوا الكلام اللي انا كويس. انا لازم انا اللي ابقى قدام، لان انا اللي عارف الطريق الصح، وانا اللي اوصلهم معايا لبر الامان. لازم يبقى في حد يتاكد ان الحاجه تتعمل صح. لا 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 لا، لازم كله يمشي بالاوامر اللي انا اقول عليها، لازم اللي اقوله لهم ينفذوه علشان الدنيا تمشي كويس. يا ترى هو ده اللي ينفع؟ يا ترى ده اللي يمشي الدنيا كويس؟ يا ترى لازم يبقى فيه حد كده بيلعب بينا بيتحكم فينا؟ ده الشيطان اللي اسمه ده كنترولر. الكنترولر موجود جوايا وموجود جواك وموجود جوه كل الناس، لان احنا بنحتاجه من حين لاخر. لكن مش المفروض ان الناس تبقى زي الماريونات انت بتلعبها، لا. كل انسان له حريته وله حقه في اتخاذ قراراته، حقه في تحديد مصيره، حقه في انه يغلط ويتعلم من غلطه. واجبك ان انت تنصح، بس ما تحاولش تتحكم في حد، ما تحاولش دايما تبقى ان كنترول في الناس اللي حواليك. يجي تاني واحد بقى يقول لك طيب خلاص انا مش هتحكم في الناس ومش هزعلهم ومش هضيع حياتي كلها لمصلحتهم، انا مش هعمل حاجه. مشاكل؟ مشاكل ايه؟ مفيش مشاكل. امال يا اخي ربنا يحلها من عنده، هتتحل بالوقت، هتمشي لوحدها. هي الدنيا هتفضل كده؟ ما تقلقش، الدنيا هتتحسن، هتبقى كويسه. وليه انا اروح اقول لهم على المشاكل؟ هم هيعرفوا لوحدهم. ليه انا ادخل نفسي واحاول احل مشاكل مش بتاعتي؟ ما دام وصلتك في الغالب هتبقى بتاعتك على فكره. خلاص؟ لكن صاحبنا ده الافويدر، ده لا ماليش دعوه، مفيش مشكله، كله تمام، كل حاجه زي الفل، وكله ماشي زي الفل، مش محتاجين وجع دماغ. لا 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 لا، كل حاجه هتبقى تمام. طبعا اعتقد ان انت مش محتاج ان انا اقول لك ان ده بيزيد الطينه بله، ان ده بيخلي الدنيا تبوظ اكتر، تقعد المصيبه متغطي عليها عشان مش عايزين نقول لحد ونزعجهم، لغايه ما تبقى بدل ما كانت حاجه قد كده تكبر وتبقى مصيبه محدش يقدر يتعامل معاها. بص حواليك، بص في حياتك، شوف قد ايه مشاكل كان ممكن تتعامل معاها وهي صغيره، لما سبتها كبرت انفجرت وما قدرتش لا انت ولا حد تسيطروا عليها، وكله تضرر بما فيهم انت. طبعا الافويدر من الشياطين المؤذيه جدا. طيب خلاص بقى، يبقى انا مش هخلي الخوف يسيطر عليا، مش هخلي حبي للناس يسيطر عليا، لازم افكر بشكل عاقل ومتزن ورزين ومنطقي، لان من غير الكلام ده الدنيا مش هتمشي كويس. انا لازم اهدى، بلاش انفعال. مشاعر دي ملهاش لازمه في حياتنا، مشاعر دي هتبوظ لنا شغلنا. اذا ما فكرتش باتزان وبعقل كل الدنيا هتبوظ. طبعا ده مش صحيح برضه، لان احنا ربنا خلقنا مشاعر، مشاعر في الاول، مشاعرنا واحاسيسنا ليها دور مهم. ما بنقولش ان هي لازم هي اللي تسيطر وهي اللي تحكم كل حاجه، لا، لكن بنقول ان ما ينفعش نتجاهل احنا بنحس بايه، نمره واحد، ما ينفعش نتجاهل اللي حوالينا بيحسوا بايه. لا 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 لا، ما هو الصح يزعل يتفلق طز مش مهم، ما ده الصح، الصح صح ولازم يتعمل. لا، لازم يتحط في الاعتبار شعور الاخرين بالصح ده. انا مش قلنا غلط، بقول ان لازم مشاعر الاخرين تتحط في الاعتبار. كان ممكن نفس الصح يتعمل مع مراعاه مشاعر الاخرين يتعمل احسن. ما تنساش كده، ما نقدرش نعيش من غير مشاعر، وما نقدرش نقول ان المشاعر دي هي اللي بتبوظ الدنيا. لا، المشاعر حقيقه موجوده، لها جوانبها السلبيه وليها جوانبها الايجابيه، كما ان العقل واللوجيك 1 بلس 1 ايكوالز 2 ممكن يطلع برضه حاجات وحشه وسلبيه. يبقى لازم الاتزان في التعامل ما بين عقلك ومشاعرك، ولازم الاخذ في الاعتبار مشاعرك انت ومشاعر الاخرين لما بتيجي تاخد قرار او تعمل حاجه. يبقى باختصار، بلاش التمادي في اي حاجه من الحاجات الكويسه ولا الوحشه، وابتغي بين ذلك سبيلا.
يبقى take it easy on yourself، وما تنساش انك تبتسم. احنا في الفيديو ده وفي الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض عن الشياطين العشرة اللي قالنا عليهم شيرزاد شامين ممكن يأذونا، ما اتكلمناش كتير على ازاي نتعامل معاهم، لكن الحقيقة المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت كانوا تمهيد، لان احنا ممكن، وده بقى هنا اللي يهمنا في الكورس بتاعنا، ان ممكن قوي مخنا هو اللي يخلينا نعمل حاجة مش كويسة. يعني مش ضروري ابدا الاسترس واحساسنا بالاسترس او تصرفاتنا السيئه يكون بسبب الخارج عننا، بسبب حاجات بتحصل من برانا، او حتى ممكن تكون مش بسبب عاداتنا اليوميه، دي ممكن تكون بسبب طريقه تفكيرنا، ممكن المشكله تكون هنا، سواء طريقه تفكيرنا او لما الليمبك سيستم بتاعنا بيشتغل. فعايزين من دلوقتي لغايه اخر الكورس نبتدي نركز اكتر على ازاي نتعامل مع الحاجات دي، وازاي نتعرض لها بشكل يخلينا نطلع من الاسترسز اللي بنعيشها في حياتنا بشكل ايجابي اكتر. ارجو ان المحاضره دي تكون نبهتنا لبعض الحاجات. الحقيقه لو رحت على الويب سايت بتاعت شيرزاد شامين في لينك موجوده على الصفحه، هتلاقي ان انت ممكن تقرا اكتر، ولو جبت الكتاب، الكتاب مفيد جدا وتقدر تتعلم منه حاجات كتير قوي عن نفسك. اشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله، عشان نتكلم بقى على ازاي احنا نضحك على مخنا بدل ما هو بيضحك علينا.